السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. المهم اخوتي فيديو ديالنا كما كتعرفوا باقي في السلسله ديالنا تحدي ميمز ديال الضحك. المهم نتفرجوا في فيديوز رياكتو عليهم ونتلاقاو في اخر فيديو. نبداو بفيديو الاولاني على بركه الله. بسم الله. سلام عليكم موهبة ضائعة. ما شافوك شي ستار اكاديمي صح؟ اسمعوك اللي كان لهم ولا انت حرام سفلي. حي درج حي درج يا دغيا حي. فاش كيطلع لي النادي والراس الدنيا والراس كل ما زهقت اش غيوقع. با 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 بشا خلاهم بلا غدا. لا بزاف خلاص انا ما انا مالك في الموبايل ربي عالم بحالي خلتني بوالي تحياتي. المهم هي المحاولة. اي سبق تسنحل. عرفت الترجمة ديال المثل الفرنسي. سكي اون بو سكي اون بو ان جولي اي ان بو ترجمة. ترجمة. شنو ترجمة؟ ما عرفتش. اون اي كتحاول اي كتحاول. اون شنو؟ اي باش ليا الدارجه ترجم فرونسي المهم تبارك الله عليك الله يبارك فيك. ستاج الوحش. اخر ما كاين في التكنولوجي ما كايناش النية. ويلاي ويلاي منزرف الماكلة وناكل من قدامي ونخلي اللحم هو الاخر هجوم. وتسنى في الغداء يتحط. نخدم قريب انت واحد قربت باش عندكم طعم ياك الحبيب زيرتي صاحبك اللي كيطيح يعرف اللي طايح يعرف يعوم كي يجي الصيف. شوف كيفاش بلونجي الماء مالح ولا حلو؟ الماء محامي مليح كاشي ملح ملح ولا حلو راسي
والو حامي بارد والو اجي نفسي هذا درجع روح ها شوف هذا من راح يبلونجي نورمال شوف ها وشوف ها واش تو كيف لونجي نورمال راسي انت شوف هذا فين هذا والو والو ادي راسي ما تخافش والو لا ولا ولا مت ما تموتش روح 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 بارك ما بارك ولا ما راجل ولا مرأة راجل انا يا عم راجل راجل كيف وانو برا أربع هل يمكنك تسافر قوة وسرعة تفسير قوة قوة وسرعة تاكي صاحبك اللي ما كيعرفش يشرب منادى مالقى بجد اللوم عليك المربع تدانيك وما الغيظة يسوق في حاجة علوان يطمطم القزيب البيوس عليك المربع تدانيك كباص بلضم يقابلو الباص بلاجر ترجم الباص نضيف لك ومين بعد يدانيك كسر الله شوية يخس خوخوش علوان يصير حباص بلاجع العطر بطر بصدانيش بلا حال بلاضب بناس مع الولد جاوبني انا انت تحبني انا انت تحبني انا نحبك على الاخر زيد انا قلت ما نحبك نحبك راني بالله راني تحبك راني A few moments later. إيوا ما يدخلش تقول لك خلص هي مافوك أنا ها باغي كنلعب بليج هو معروف واش ميسي ولا مرحبا إيوبا ميسي بلاي ستيشن سيل دي الحلقة إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله فرجة ممتعة Let's go away